السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كأني صلاح مجتمع وفرد كأني لبي تمنات أو حنقب لاوين حديث كونتن إي الليح. الحديث السادس والخمسون عن أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسك شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من يد السفلى. رواه البخاري ومسلم. حديث كان رسولك عليه الصلاة والسلام عقوش حديث كنت نلحي أنا أبي أمامة صحابي أمامة اللي رضي الله تعالى عنه بقي عيسى سدي من عجلان بلي رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قل يا ابن آدم، ابن آدم، إنك أديك ابن آدم أن تبذل إنا بحسه، أن تبذل بمعنى أن تعطي إنا سيس الفضل وحي ديرات كوه حولها الله بحضور صدقيستها خير كو خير بدن لك أديك، وإن تمسك هداد هيستنا شر لك شر بيكوتها، وإن تمسك هداد عيشتنا شر لك، ولا تلامي لغود غالي مهيو على كفاف وحكو وفلا أديك يرير كاغي يوبت كاغي وحي باهي دودا تايد لغولم دغالا مهيو. وابدا واحد كب اللوضا حوله بمن قف تعول اين فقدي سكو واجب تقف اين فقدي سكو واجب تقف كب اللو، واليد العليا قعنت السره اي وحلب حيسا خير كخير بدن من اليد قعن السفلى اي هو سيسا. رواه البخاري ومسلم. حديث كان عليه الصلاه والسلام عنه وشاغي ان مرك قفكو ولبح او صدقه يستوي حديد وهيسن معناه هذا الشر ما هو حوي خير ساسا وخير بدن، وان تمسك شر لك معناه شر ما مالك زكدي هدو لو كبخين واي مركاس دم بي ذنوب نقنه. لكن ان مرك لا اسكو ترغيبن ولا اسكو ديرغلين قفك انه وخ لبخو وخي، لكن اسغي ريركيسا وان ديرين تاس عدوب كلو دغالميسو وي. مرك هدان كولن انا امام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن ادم، ابن ادم، انك اديك ابن ادم ان تبذل ان بحسو الفضل وحي ديرادة اي زيادة معناها النفاق معناها النفاق هذا كزيادة رير كاغي وبت كاغا يا خير كو خير بدن كو خير كو خير بدن لك هذه، وان تمسكه اي هداد عشتنا شر اي كو شر بدن لك هذه، ولا تلامي لغولا دقالامي ما هي على كفاف وحون هذه رير كاغي يرمها كو فلان تاس يدا لغولا دقالامي ما هي وابتاء كب الله بمنقف تعول اي كو واجبتين نفاق هذا تعول بمعنى وجب عليه نفقتك وأبتكي زوجتي، واليد العليا قعنت سرا خير خير بدن من اليد قعن السفلى هو سيسر. والبخاري ومسلم. الحديث السابع والخمسون حديث كنت يتضبط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبا هريرة الله كرر النقض عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي ليس وحو رسولك ليس معها الغنى هضنت النمو يتجار نمو عن كثرة العرض متاع بدن حول بدن تا هودن تنما ما هبو لي نبي عليه الصلاة والسلام ليس ماها الغنى هودن تنما ماها عن كثرة الغرض حول يهنتي بدن أو لهلو، ولكن الغنى هودن تنما وحوي غنى النفس نفط إن قناعهس، ولكن وحو رسول قلي وحوي ولكن الغنى هودن تنما وحاها غنى النفس نفط إن قناعهشو وحيرا هيستاتكو قناع سنتك إن بدن وحول بدن وأنت بدن وولولسن وأرد يساوي كرت مرك نبي وحط المامة أنا عادة هنا كم معناها قف كاس إنه هذا يهو قلبك ومقتنع كيه، لكن سوى حول بدن هاي سون مقتنع عين تا هذا أنت نما مهلا نبي عليه الصلاة والسلام. حديث كحق الحديث الثامن والخمسون حديث كونتن يسديد أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال وحولي ليس مسكين بو نبي قيحيا ليس مها المسكين ومسكين الذي مد يطوف وريقي على الناس دفك كركود وريقي قريها قراعي البابلة ترده أي علينا يسأل لقمة هل مر وحفك اللي قليه مر كلا سيو نقان أي أو مر كاكو قان أي إيه واللقمة تاني لبقف جليس أي علينا يسو أما واتمرة حبات مرة مر كلا سيو كاي علينا يسو أما واتمرة تاني لبات مر كام مسكين ما هبو النبي عليه الصلاة والسلام واك النبي مسكين وقاحي وعر ولكن المسكين مسكين وحويه الذي قفوه لا يجد أن هلين غنى يغنيه وحقوق أفتومه لا يجد أن هلين غنى هذا انتنمو يغنيه وحقوق أفتومه
walaa yaftunu aynan ku baraarugeynin bihi dadkuna, dadkuna aynan ku baraarugsan oo maradiisu sagacadahay, oo fayutasadaquu calayhi korkiisa lagu sadaqaysto, intii lagu baraarugo kadibna lagu sadaqaysto, walaa yaquumu mana istaagayo ma kacayo fayasalu ma weydiisanayo annaasa dadka. Rawahu Bukhaari wa Muslim. Xadiiska nabigu calayhi salaam wuxuu ku tilmaamay miskiin buu qeexay. Ka hore wuxuu yidhi nin dawaafaya oo xaafadaha wareegaya oo markii hal afgelisa la siiyo waxoogaa masaga la siiyo ama kiilo soo in yaroo kiilo sonkora la siiyo celinaysa ama laba timiraha celinaysa ama hal timiraha kaama habule miskiin waxa weeye qof aan waxba haysanin oo ku kooftoomo kaasoona dadkuna ku baraarugsanayn si ay ugu sadaqaystaan mana ka dhex kacayo dadka ma weydiisanayo nabigu calayhi salaatu wasalaam leh. أن كعلنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال وحوري ليس ماهن المسكين المسكين الذي مت يطوف وريقيا طوافيا على الناس ذاتك كرك هذا يرده أي علنا يسعى اللقمة وحال مرافك اللي قليه أما واللقمة تاني لو مر وحفك اللي قليه أي علنا يسعى مركو الباب وسوى قرعة أما والتمرة وحبات تمر أي علنا يسعى أما والتمرة تاني لبات تمر ولكن المسكين المسكين وحوي أبو النبي والذي مدوي لا يجد أن هلا إن غنا هذا تنم يغني وكوك أفتوه وحب ما يس ولا يفطن اللجمر براروغ يبيه سجى أو فيتصدق اللجسد قيست عليه كركيس وحكو براروغ سنة مجرو بركيس ويسك عادي ويسك نظيف بركاتت كنا كم براروغ سنة ولا يقوم من كعيو فيسأل فيسأل أويديس أن ناسدتك ولا يقوم يستعجيو أو فيسأل أويديس أن ناسدتك رواه البخاري ومسلم بركنا تاس النبي مسكين كتر مامي kuwa markii albaabada garaacay kuwaas iyagu waha hada way wazaban kan way wareeriyay madadka markaa waa nabiga kaleey salaam salaam taas tilmaan shaah umar faaluq raxmatullahi alayhi tafsiirka markaa akhriyeen waa kuulaa nin kontan albaab garaacaya ka shaqo badan bulaha shan iyo labaatan hadii diido shan iyo labaatan baa gacan tuu fidan hadiiska wuxuu yahay hadiis taasu wal 50 hadiiska kontan ya sala sagaal nabi hurayra radiyallahu ta'ala anhu aba hurayra allah kara noqday anna rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam rasuul qaal wuxuu yiri لأن يحتطب إنو سو قرت أحدكم قف إذن كيدن كمدها حزمة حدمه على ذهره دور كي صحابة إنو سو قرتوي لأن يحتطب إنو صحابة قرتو أحدكم قف إذن كيدن كمدها حزمة حدمه حابة على ذهره دور كي سكر كي سو قسو قاطين تو دور كتغو يا خير أو خير بدن له قف كاسي دور كسو قاطي من أن يسأل إنو ويديستو أحدا قف ويديستو فيعطيه مركا أي سيان مركو ويديستو أو أما سيمنعه أي أديدان رواه البخاري حديث النبي عليه السلام داتكو إنا شقيستان وبريادة أي كعرر متلمامية قفكو إنو حولي النبي إنو صوحا وقرتو دبركا حرم حابا وكو كان صدو أو إيبيو أو سوق جيو تاسا وخير بدن داتك إنتو ويديستو مركا أما أديدان أما أي سيان هذا كعلنا مركا نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال وحولي لأن يحتطب إنو صوحا وقرتو أحدكم قف إذن كيدن كمده حزمة حدمه حدمه حابا على ذهره دبر كيس وكسو قاضي يا خير وخير بدن له إساقر ننكا حابا دبر كسو قاضي من أن يسأل إنو ويديس أحدا قف أو فيعطيه أي سيان مركا أو أما سيمنعه ويديدان رواه البخاري ومسلم حديث قال إحدنا الحديث الستون أنا عبد الله بن عمر بن خضاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبو قال وحوري لا تزال كما زوليس المسألة بريو بأحدكم قف إذن كيدن كمدا أددك وحويدي سنة يبريو حتى يلقى الله إلى الله قيامة كل كلمة وليس أين أهان في وجه وجهي سنة قيامة مركو يمادو مزعة لحم قطعة لحم مزعة وحوي قطعة لحم وجهي صديرا والله فيها أي قيامة إيمان ما دام أددك ويدي سنة يتاسو نبو مركب بريادو كدقى يا نبو مركب أصحابكم حولي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري لا تزال كمزو ليس المسألة بريو بأحدكم قف في دينك إذا ضدك إنه بريو حتى يلقى الله إلى الله قيامتك لكلمه وليس أين أهني في وجه وجهي سنة مزعة لحم وحير أهيب لباهي سوى وجهي سلحين أولا وجهي أو ديرا أولا فاه والعياذ بالله أيو قيامت إمان يا النبي عليه الصلاة والسلام سلام أولي مركب بريضة أيو النبي كدقى ياكن sidaasuna qiyaamada imaraya takaasuran iyo xoolaha duu raadsana ka badaran qofku marka maanta way badan tahay laakiin dadku maartu xirfay ba ka dhiganayaan shan masaajid haduu ka kaco oo maalintii $20 ba ka helo celinaysa $18 deeba dhareg ba marka waxa way muxuu ku falabin wax maalo oo cararaba taasuna nabigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayaa weeye marka uu nabigu inoo sheegay marka hadaan ku soo celinno xadiista ma aragtay
وان دي بو سو بلاونا حديث كان كبلاوني الحديث السادس والخمسون حديث ك لح إيو كنتن أنا أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال وحبي صحابي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم ابن آدم إنك هذا ابن آدم أن تبذل إن الله بحضه الفضل وحي زيادة ديرادها خير خيك هو خير بدن لك هذه إن الصدق الله بحضه أجزة كذي معناه بحسه وإن تمسكه هذا عشتنا شر شر بيكوتا لك هذه ولا تلامل ولا دقالة ما هي على كفاف وحكو فلا كركل ولا دقالة ما هي وبدأكم بالله بمن قفت عولو أي كو واجب تين في قديس الروح مس قديس قرابة وشذا يوكل دوده يا وحلو كلا سينيا وليد العليا قعنت سرا خير كخير بدن من يد السفلى قعنت هرسن أيسا الحديث السابع والخمسون حديث كنت أن يتضبع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبيه وحي يري ليس ما هل غنى هضنت النمو عن كثرة العرض حول بدن عرضك وحالي هذا وعقارية ذي يقولك إيا متاع ذي يعلاب يعني قفك دي هانتي أو بدن لي ليس ما هن الغني ليس ما الغنى خضنت النوى ما عن كثرة العرض حول بدن وقفك أولي هي متاع بدن إيا عقار بدن إيا قول بدن يتاه خضنت النوى ما ولكن الغنى خضنت النوى وحاوي غنى النفس نفتاد أو قناعه وحير الله كسي هاتكو قناعه رواه البخاري ومسلم الحديث الثامن والخمسون حديث كنت يسدد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال وحوري ليس ماهن المسكين المسكين الذي مد ماها يطوف وريغي على الناس تذكر كود الباب هذا قراعي كان مسكين ما ترده أي علين يسأل لقمته مركز لقمة سيسو مركز هذا آت سيسبا هذا مركز لو كونوا لا ناس سيسا تحكونوا لا ناس سيسا أما والله شمبر آت سيسو أما لو بر آت سيسا أي علين يسو ترده اللقمة واللقمتان أما والتمرة هل تمرة والتمرة تاني ولكن أنا المسكين والمسكين وحويون الذي مد لا يجد أن هلين غينا هضن تنمو يغنيه أكوكاف تومو وحبا ما هيسو ولا يفطن لقمنا براروغ يبيه سجا وقفكم وفقيرا وحلو براروغ لا ماله وفيتصدق الوصدق يست عليه كوركيس وضدكونا كما براروغ سنة ولا يقوم من استاغيو فيسأل ما ويدي سنة أنا صدق رواه البخاري ومسلم الحديث التاسع والخمسون حديث كنتن إيا الساقال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال وحوري لأن يحتطب إنو صحابة قرتو أحدكم قف إذن كيدي كمدا حزمة حدمو حابة على ذهري دبر كيسو كسو قات الدور كنتو تقو يا خير وخير بدن له إساقا من أن يسأل إنو ويدي ساحدا قف فيعطيه مركا أيضاتك سيان أو يمنعه أو ديدان رواه البخاري ومسلم الحديث الستون حديث كنا ودن بي حديث كاللحذن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وحوري لا تزال المسألة بريك مزولة يقف بحدكم قف دينك إذن كمذا إنو ضدك بريك لا تزال كمزولة يسأل المسألة بريك بحدكم قف دينك إذن كمذا ضدك بريك حتى يلقى الله إلى الله لك المقيامة وليس أين نهانين في وجه جيزة مزعة لحم قطعة لحم مزعة معنى ذو حوي قبل يرو هلبة وجه يسعون اللهين وجه قديرا والله فيها يقيا ماذا يمنى يا رواه البخاري ومسلم حديث كورا كتاب كورا بقول كحانا وانكم مرة ان شاء الله حديث كان هل كاسا قدو لساقنا وجزاكم الله عزيزي استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.